عزيزي المشاهد، برحب بيك تلميذ في مدرسة المسيح، تلميذ لأعظم معلم علمنا بحياته وبكلامه، وبيدعوك أنك تكون له تلميذ. تلميذ مش معناه مجرد تفهم عشان تجاوب على الأسئلة، لكن تلميذ معناه تدرك وتختبر وتعيش الحياة التي عاشها المسيح، تسمح له أنه هو يعيش فيك. وعشان تقدر تعمل كده أنت محتاج لمجموعة، مجموعة زي المجموعة اللي المسيح صنعها، مجموعة من كنيستك، من المؤمنين اللي حواليك، تجتمعوا مع بعض، تسمعوا مع بعض، تصلوا مع بعض، تشجعوا بعض أنك تطبقوا الحياة ديت وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيكم. صلاتي أن ده يتحقق معاك. أمين. عزيزي المشاهد، أحبائي، أرحب بكم في حلقة جديدة في مدرسة المسيح، حلقة بنتعرض فيها لقضية من أهم القضايا على الإطلاق، العلاقة الزوجية، أمر صنع الله في جنة عدن ليسعد به الإنسان، أمر شوهته حياة الإنسان بكل الصور وشوهت حتى أجمل ما فيه، وده موضوع الحلقة بتاعتنا، العلاقة الجنسية. في رحلتنا في موضوع العلاقات اتكلمنا عن مقدمة عامة على العلاقات، عن اختيار شريك الحياة، وعن العلاقة الزوجية كأقدس وأول وأعمق وأم لكل علاقة إنسانية أخرى. وفيها اتكلمنا عن قوانين هذه الحياة، اتكلمنا عن معرفة الآخر، اتكلمنا عن قبول الآخر والتغير للتأقلم معاه، وبعدين اتكلمنا عن ممارسة العلاقة دي من خلال التواصل الجيد ومهارة التواصل اللي من خلاله نقدر ندبر أمورنا المالية طبقا للمواصفات الكتابية، نتعامل مع أهلنا والأسرة التي أتينا بها طبقا للمواصفات والآيات الكتابية. لكن اسمحوا لي في الحلقة دي نتكلم عن واحدة من أكثر الأمور اللي بسبب الظروف بتاعتنا وبسبب الحضارة والثقافة بتاعتنا بيبقى الكلام فيها صعب للغاية، العلاقة الجنسية داخل الزواج، العلاقة الجنسية بين الزوج وبين زوجته. زي ما قلت ان الثقافة الجنسية في مجتمعنا بكل أسف ثقافة محدودة جدا، والناس بتاخدها من وسائل إعلامية بتشوه الصورة أكثر ما بتوضحها للفرد وللإعداد للزواج الحقيقي. صور كثيرة جدا دخلنا بيها للزواج عن الجنس ما ساعدتناش، بالعكس عطلت هذه المسيرة الجميلة اللي صنعها الله. اسمحوا لي النهاردة من خلال الحلقة بتاعتنا ديت والحلقات اللي جاية انها نرسم صورة كتابية، تصور إلهي عن الأمر دوت، نشوفه من منظار آخر. ما عدكوش ان في الحلقات القليلة دي هناخد كل الموضوع، لان الموضوع دوت يحتاج بعد كده الى قراءة تفصيلية، وحنقول لكم الكتب اللي انتوا تقروها، لانه في مجال زي دوت وفي مدرسة زي ديت وفي اعلام زي الاعلام المسيحي افتكر مش ده المجال للدخول في التفاصيل الصغيرة، لكن يحق لنا ان نتعرض لوحدة من اهم اسباب التعاسة الزوجية بالذات في منطقتنا العربية. بكل أسف الناس اللي بتجيلنا للمشورة الأسرية في الآخر بنكتشف بعد ما ما بتدوش بكده، ما بيبتدوش إن إحنا عندنا مشكلة جنسية، ما بيبتدوش إن إحنا ما بيبتدوش يقولوا إن إحنا ما عندناش هذا الشبع الجنسي، ما بيبتدوش يقولوا إن إحنا بقالنا شهور وربما سنين لا نمارس هذه العلاقة على الإطلاق، ما بيقولوش خيبة الأمل في الأمور دي، لأن حتى ده ممنوع الكلام فيه حتى مع المشيرين. يمكن الدنيا اتطورت أكتر وبقى الشباب عندهم جرأة أكتر للحديث فيه، لكن لازال كتار من الناس المتزوجين من سنوات طويلة ما عندهمش الجرأة أن يتحدثوا فيه. وبنفاجأ أن بعد شوية بقى من الجلسات المشهورة أن بنكتشف أن هو ده السبب، أن هي دي المشكلة، أن هي دي القضية الحقيقية اللي حتى الكلام فيها صار غير مباح. عايزين نفتح الدفتر ده، عايزين نفتح الصفحة دي، وعايزين نقول ربنا عنده إجابة، ربنا عنده حل، بس الأول محتاجين نغير نظرتنا ونفهمها من المنظار الإلهي، نسمع ربنا بيقول إيه، نشوف ربنا بيبص لها إزاي، ومن خلال كده أفتكر حلاقي مفاتيح كتيرة جدا عشان نستمتع بما أعطانا الله أن نستمتع به. الزواج
والجنس في المفهوم المسيحي. بعد ما الله صنع حواء لآدم وخلقهما على صورته ذكرا وأنثى خلقهم وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض، بيقول الكتاب ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. يبقى الزواج الأول اللي ربنا صنعه في جنة عد وقال لهم أثمروا واكثروا، طبعا مش هيثمروا واكثروا من غير علاقة جنسية مش كده؟ مظبوط. فبيقول ورأى الله أن ده حسن إيه؟ جدا. إذن هذه العلاقة الجنسية في إطار الزواج المقدس في رأي ربنا دي حاجة إيه؟ حسن جدا. بيقول الكتاب ليكن الزواج مقدس عند كل واحد منكم، فهذه العلاقة مقدسة جدا جدا. وده يختلف عن نظرة ناس كتير حتى من المؤمنين، لأن الصورة المرسومة عن العلاقة الجنسية مشوهة بما نسميه النجاسة في العالم اللي بنعيش فيه. لكن اسمحوا لي أرجع لورا خطوة، وقبل ما أتكلم عن العلاقة الجنسية في الزواج أتكلم عن الدافع الجنسي في الإنسان. البعض يسميها الغريزة الجنسية، لكن البعض بيقول كلمة غريزة دي للحيوانات فقط، فبيسموها أكتر في عالم الأنثروبولوجي في عالم الإنسان دوافع الحياة مش غرائز الحياة، منها الدافع الجنسي. أفتكر كلمات قليلة يمكن تحط نقط على الحروف، يمكن مش في المجال بتاعها، لكن تصحح بعض المفاهيم في أذهاننا. حضرتك بتولد للحياة وعندك حواس خمسة، حواس خمسة: تشوف، تسمع، تشم، تذوق، مش كده؟ تلمس وتحس، عشان تتعامل مع العالم المادي اللي موجود فيه. لكن عندك كمان دوافع، دوافع في داخلك بتدفعك للبقاء وللاستمرار، دوافع طبيعية فيسيولوجية موجودة في صورة هرمونات متعددة بتدفع الإنسان للبقاء وللرقي وللاستمرار. زي منها دافع البقاء للحياة، دافع الحياة دوت، البقاء في الحياة دوت، السيرفايفل دوت، بيخليك لما بتواجه خطر بتعمل حاجات غريبة عشان تتفادى هذا الخطر. لو 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 حيوان تريجي وراك بتلاقي نفسك بتجري بسرعة تفوق قدرتك جدا على السرعة، تلاقي نفسك نطيت حاجة لا يمكن تقدر تنطها لو بتلعب رياضة في ساعة الخطر. ليه؟ لأن ده سيرفايفل، ده دافع البقاء، ده حب البقاء، بيخليك تعمل مستحيل عشان تنجو من الخطر، بيخليك تعمل مستحيل عشان تجد خبز تأكله. ده دافع طبيعي، لو الدافع ده مش موجود عندك أصلا مش هتاكل عشان تعيش، مش هتشتغل عشان تعيش، وسهل قوي انك تموت. ربنا عايزك تعيش، فحط في داخلك دافع اسمه دافع البقاء، غريزة البقاء إذا قلناها بلغة الشارع. حاجة تانية منها دافع الأمومة، الأم عايزة طفل ترضعه وبتشتاق إنها ترضعه، وجزء من الشاق ده هو اللي بيخلي الهرمونز بتاعتها تكون لبن عشان ترضع هذا الطفل. لو الدافع ده مش موجود والطفل تتولد أيام زمان قبل ما يكون فيه الميلوبا والميلوبا والتالوبا وكل أنواع الألبان الحديثة ديت، البيبي ده هيحصل له إيه؟ هيموت، ما يقدرش يأكل غير اللبن بتاع الأم. الغريزة دي بتاعت الأمومة بتخليك تحبلي، بس بتخليك أكتر من كده ترضعي فتعطي طعام لهذا الطفل وتخديه في حضنك فالطفل ده يعيش ويبقى وهكذا. واحدة من الدوافع ديت هي الدافع الجنسي، ده واحد من دوافع الحياة، الدافع الجنسي. الدافع الجنسي الناس فاكراه هو من أجل الزواج والإنجاب، لكن هو قبل ما يكون زواج وإنجاب الدافع ده بيبقى موجود عندي قبل ما اتجوز بكتير، مش كده؟ مش بيجيلي فجأة ساعة الجواز، صح كده؟ ده موجود من الأول، يعني ما بيهلش عليا لما أخطب حد أو لما أفكر في الجواز، فأفكر في الجواز ألاقي نفسي بقيت بنوتة أو ألاقي نفسي راجل وبميل للجنس الآخر. هذا الدافع الجنسي من قبل الزواج أحد دوافع الحياة الأساسية اللي بيدفعك إنك تحب الحياة، اللي بيدفعك إنك تستحمى وتبقى نظيف وريحتك كويسة، اللي بيدفعك انك تطور حياتك لتكون في حال افضل. فجزء من الابداع والخلق والكرياتيفيتي والفن وكل صور الحياه الجميله ديت الانسان بيعملها، الدافع الرئيسي بتاعه هو الدافع الجنسي. لو ده مش موجود ما كناش هنبقى
موجودين زي بقية الدوافع اللي كلها رأى الله أن كل ما صنعه إذا هو إيه؟ حسن جدا. مش بس كده، مش بس كده، ده الدافع دوت بيساعدك نفسيا وحتى روحيا للاستمتاع بالحياة من قبل ما حتى تتزوج، وبالأكثر بعد الزواج. بيحقق في الإنسان نوع من السعادة والاكتفاء وشفاء للنفس وتعضيد للنفس البشرية. اسمعوا واحد من العلماء قال ايه، جاك دومينيون قال كده: حين يكون احترام الذات ضعيفا، حين تنخفض الثقة في النفس، تصبح الممارسة الجنسية أكثر من مجرد تأكيد، بل تصبح علاجا ملحا، بل ربما تكون أقوى شكل من أشكال التعامل الصحي يقدمه الشريك، شريك الحياة، لشريكه الآخر. إن قدرة وحجم العلاج الذي تقدمه الممارسة الجنسية في الزواج سر عظيم ينبغي علينا أن نهابه ونتعجب منه. ده سايكولوجيست، ده عالم. الحاجة اللي ربنا حطها فينا ديت رجال أو سيدات حاجة جميلة جدا ومقدسة جدا، ده جزء من بقائنا ووجودنا، ده جزء من قدرتنا على الابتكار والإبداع، ده جزء من قدرتنا على تطوير أنفسنا. بص الإنسان كان فين والنهاردة موجود فين، جزء من هذه الرغبة للتقدم للأمام بسبب هذا الدافع الجنسي الموجود جوانا. أكتر من كده، عشان البشرية تستمر لازم الراجل يتجوز ايه؟ ست. لو الراجل ما اتجوزش ست والست ما اتجوزتش راجل، مفيش ايه؟ انجاب. لما فيش انجاب يبقى مفيش استمرار للحياة. ربنا عايز نثمر ونكثر ونملأ الارض، عايز الحياة تستمر، عايز يخلق بشريين جديد، عايز يكون في اطفال، عايز ناس تأتي للعالم ده عشان يسعدهم. والطريقة للانجاب ان يتزوج رجل امرأة ويعيش معا مدى الحياة. لو مفيش انجذاب بين الراجل والست تخيل معايا الحكايه دي، لو الراجل مش بيتشد ناحيه ست، لو الست مش بتشد ناحيه راجل، انا عايش في عيله مع بابا وماما واخواتي ومبسوط، اسيب بابا وماما واخواتي والدنيا دي كلها واروح اتجوز واحد يمكن قابلته من سنه او سنتين عشان اعيش معاه رحله العمر كله 30 40 50 سنه لازقين في بعض صبح ظهر ليل، ده ايه العيشه النكد دي؟ صح، انت ما تخيلتهاش. اللي خلاك عملت كده هو الدافع الجنسي، الماجنت ده، المغناطيس ده اللي بيشدك للجنس الآخر. ولقيت حد رحت لزقت فيه، وبرغم السنين الدافع الجنسي ده هو اللي مخلاك عايز تكمل مع الشخص ده وبتحبه وبتلتصق بيه وتقدر تكمل معاه رحلة العمر. حاجة ما تقدرش تعملها مع بابا وماما، حاجة ما تقدرش تعملها مع اخواتك، حاجة ما تقدرش تعملها مع اي بني ادم، حد ما تقدرش تعمل صديق. مهما كان صديقك هتزهق منه بعد كام سنة لو عشتوا مع بعض في مكان واحد، هتتخانقوا مع بعض حتى. لكن شريكة حياتك في سر بيجمعكم بقى مع بعض، في قوة داخلية طبيعية موجودة جوايا بتلزقني فيها، اوتوميتد، حاجة ركبة جواك، حاجة ركبة في أعماقك، جهاز موجود جواك بيلصقك بيها عشان تعيش رحلة العمر كله من غير ما تزهق. لو أنتوا سعدة طبعا، لو أنتوا تقعد سواء أكيد هتزهقوا، لكن لو أنتوا سعدة تتجدد قواك لمشاركة هذا الإنسان رحلة العمر يوما بعد يوم. مراتي عندها حس كده جميلة جدا، إيمان، فكذا مرة تقول لي كده يا سامي حاجة غريبة قوي، حاجة غريبة قوي. هي نشأت في أسرة كلها بنات، هم أربع بنات وبابا وماما، وباباهم كان راجل عظيم جدا لكن توفى في سن مبكرة وتركهم وحدهم، فعايشة في بيت ماما وأربع بنات، وبعدين جوزتني ولد طبعا واضح، وخلفنا ثلاث عيال، فدلوقتي عايشة مع أربع رجالة بدل ما كانت عايشة مع أربع بنات. كل حاجة في الحياة تغيرت تماما، حياتهم هناك كانت هادية ومستقرة، احنا حياتنا يعني اظن حضراتكم تعرفوا احنا عايشين ازاي في هذا البيت.
تقول لي ده سر غريب جدا، اني انا ده المكان اللي حباه، ده المكان اللي انا بعشقه، ده المكان اللي انا عايز اعيش فيه، ده الشخص اللي انا ما تربيتش معاه هو اللي عايز اعيش معاه، شخص المختلف معايا اللي جاي من كوكب اخر. الاختلاف بين الرجل والست مهول زي ما قلنا، مش كده؟ شخص جاي من كوكب اخر نقلني من عالم الى عالم اخر، لكن دي الحاله انا حباها وعايزاها وعايشه فيها وبستمتع بيها ومش عايزه الايام تعدي ولا السنين تمر. لو الدافع ده مش موجود جوانا ما كانش حد فينا يقدر يعمل كده اطلاقا. دي معجزه الهيه، ده اختراع، ده اختراع الهي حطه جوانا عشان نعرف نعيش الحياه ديت ونستمتع بيها. ملحوظه كمان عن ايه الجنس ده. الجنس ده مش مجرد العلاقه الجنسيه اللي بتربط الرجل بالمراه او الرغبه في انجاب الاطفال والتكاثر، لكن الممارسه للعلاقه الجنسيه، the act of love نفسه، the act of marriage في الجنس ده نفسه، بيحقق ما نسميه الاتحاد والتكامل بين الزوجين. الاتحاد والتكامل بين الزوجين ده جزء أساسي من اللي بيلصق الرجل بامرأته ليكون الاثنان جسدا واحدا. ده من أسرار العلاقة الزوجية، ده من الغرة بتاع العلاقة الزوجية، ده الختم والعلامة على ان الاتنين دول بقوا ايه؟ بقوا واحد. عايز اشرح الفكرة ديت لان ده اكتر حاجة تتعلق بالموضوع بتاعنا، وده اللي احنا عايزين نغير نظرتنا ليه. ربنا عمل حاجة جميلة جدا اسمها الجنس، عمل حاجة جميلة جدا وحطها جواكي وحطها جواك وحطها جوايا، عمل حاجة مقدسة، عمل حاجة رائعة، عمل بديع في كل حاجة من قبل أن أرتبط، عشان أرتبط، ولما أرتبط، فعمل حاجة جميلة قبل الارتباط باقية معي، وعمل حاجة تخليني أرتبط عشان أرتبط، وعملها عشان لما أرتبط أمارسها بطريقة معينة تحقق كمال الفكرة، أن يصير الاثنان جسدا واحدا، أن يلتحم رجل بامرأة فيصنع وحدة متكاملة كاملة في كل أبعادها المختلفة. اسمحوا لي أخدكم معايا في الرسمة دي خطوة خطوة. رجل وامرأة، ميل أن فيميل، ارتبطوا معا روحيا، اتنين أولاد لربنا، هي بتحب ربنا وهو بيحب ربنا، التقوا معا في رحلة الحياة مع الرب، وده اللي كان مفروض يكون حصل يعني في الجواز الحقيقي، مش كده؟ حد ابني لله وبنت لله، وده ماشي ورا المسيح وهي ماشية ورا المسيح، وأنا تلميذ للرب وهي تلميذة للرب. في الرب اتحدت أرواحنا معا، لأن نفسنا بنتكلم لغة واحدة، بنحب شخص واحد، بنعيش لهدف واحد، عندنا حلم واحد، فلقينا نفسنا بنحب بعض. ده الارتباط الايه؟ النفس. ففي ارتباط الروح اللي ربطنا بالرب وفي الرب، في ارتباط النفس تعلقت انفسنا ببعض بالحب المقدس اللي فيه، انا بحب الانسانه ديت من دون البنات اللي في الدنيا دول، وهي بتحب الولد ده من دون الولاد اللي في الدنيا دي، ومقتنع بالانسانه ديت بعقلي وبنفسي ان ديت المعين نظيري اللي ليا من دون البنات كلهم، وهي نفس الحكاية. فتعلقت النفس بالنفس بالحب المقدس. جات اللحظة اللي فيها الجسد كمان يرتبط معا بالجنس ليصير الاثنان واحد. أرجع اللقطة ديت عشان مشيت بسرعة، أرجع اللقطة ديت عشان مشيت بسرعة. جات اللحظة اللي فيها الجسد ده والجسد ده يندمجا معا بالعلاقة الجنسية ليصير الاثنان واحد روحا ونفسا وجسدا في الرب وبالحب وبالجنس. دي العطية، دي الحاجة اللي ربنا اداها لنا. وزي ما ان علاقتنا بربنا مستديمة روحيا، وزي ما ان حبنا مستديم، العلاقة الجنسية لازم تكون علاقة ايه كمان؟ مستديمة.
زي ما احنا بنصلي مع بعض وبنعبد ربنا معا وبنخدم ربنا معا وفي رحلتنا دي بنحب بعض وايدينا متشابكة عاطفيا واقتناعنا ببعض بيزيد، علاقتنا الجسدية لازم تفضل ايه في نفس الوقت ملتحمة، لان ده باقي الالتحام بتاع الاتنين مع بعض عشان يبقوا الاتنين دول واحد قلبا وقالبا من جوه ومن بره، واحد بحق وحقيق. ده التصور الإلهي، ده المعنى الإلهي. أحد العلماء التانيين قال كده أن الاتصال الجنسي أكثر من مجرد عمل جسدي، لكنه رمز لعلاقة روحية وتعبير عن وحدة كاملة بين شخصين في محبة زوجية، وهي الوسيلة التي تغذي هذه الوحدة إذا تمت صح. إذا تمت صح الناس اللي متحدين في الرب وبيحبوا بعض وبيمارسوا الجنس معا في إطار هذا الزواج المقدس، بعد كل علاقة جنسية بينهم من بعض بيشعروا بحضور إلهي فائق وبتعزية سماوية غير عادية. أحدهم بيقول بحس أني بمتلئ بالروح القدس. ايه ده، هو ربنا يبقى موجود؟ ده ربنا يدور وشه في اللحظات دي، يلا يا ولاد خل. ابدا ابدا، ده ربنا هو اللي عمل ده وعايز يحط ايده عليهم وعايز يوحدهم وعايز في كل مره يتتعانق اجسادهم معا وتلتحم. ربنا هو كده، دي الوحده، ده الحب. انا موجود هنا، أنا اللي عملت الحاجة دي عشان عايز أشبعك وعايز أشبعك ببعض. مش تشبع لوحدك، مش تشبعي لوحدك، مش تدور على حد يشبعك، مش تدور على حد يشبعك، لا، ده أنت بتشبع شخص بتحبه في اللحظة ذاتها اللي هو بيشبعك لأنه بيحبك. أنت مش رايح تاخد، ودي اللي هنقوله حالا، أنت رايح تعمل إيه؟ تدي. هو ده الجنس بقى. الجنس في مفهومه أداة للعطاء، أداة للعطاء. في الحب العاطفي بدي عواطف، بدي كلام، بدي افرميشن، بدي تأكيد، بدي فهم. في اللمسات أنا بدي صح، بدي صح، والتاني بيدي صح. في الجنس نفس الفكرة، أنا بس بدي، المرة دي بدي إيه؟ بدي جسمي. أنا بدي جسمي، مش بدي مشاعر، مش بدي لمسات، ده أنا بدي جسمي. عارفين يعني إيه بدي جسمي؟ يعني بقول لشريك حياتي جسدي ده ملكك. عشان كده مش محق دي لحد تاني، ان جسمي ده، جسدي ده بقى ملك شخص تاني، مش بتاعي عشان اديه لحد تاني، مش بتاعي خلاص، مش من حق دي لحد تاني. جسدي ده بقى ملك الشخص ده، واتكتبت عليه اسمه زي الخاتم ما تحط في ايدي، جسمي ده تحط في ايده، فأنا ملك ليه. خلي بالكم من الفكرة البسيطة ديت. الممارسة داخل إطار الزواج، الممارسة الجنسية، هي واحدة من أهم الطرق للتعبير عن الحب وعطاء النفس والجسد والروح للآخر. لو فهمناها بالمعنى ده كل حاجة فيها تتغير خالص، كل الصور المشوهة اللي عندنا تتغير خالص، تبقى حاجة روحية مش جسدانية، مش أقل قيمة، مش بعيدة عن محضر ربنا، مش بنستخبى عشان نعملها، بالعكس ده احنا بنصلي قبلها، نصلي بعدها، ونقدر نصلي أثناءها ونشعر بحضور ربنا. هيقولوا عليا مجنون صح؟ أشرح المعادلة دي. الوضع الفسيولوجي الإلهي اللي عمله في جنة عدن قبل دخول الخطية أن الجنس، العلاقة الجنسية زائد الحب بالمعنى اللي خدناه بقى، اللي هو العطاء والبذل والتضحية وتقديم الذات للآخر، تساوي إيه؟ قداسة. قداسة. إيه اللي حصل؟ أن العالم استبدل الحب بكلمة تانية
تشبهها من بره بس معناها من جوه عكسها بالظبط. الكلمه اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ الشهوه. بالظبط كده. العالم استبدل كلمه حب ديت وحط حاجه تانيه وبيسميها في الافلام حب، وبيسميها في الاغاني حب، وبيسميها في العلاقات الانسانيه حب، مش كده؟ بس هي في الواقع اسمها ايه؟ الشهوه. وبيقول الكتاب الفساد الذي في العالم بالشهوة. العالم باظ بايه؟ ان الشهوه دخلت، وده اللي دخل في جنه عدن، ان رات ان الشجره جيده للنظر وشهيه، شهيه، اشتهت، اشتهت هذه الثمره، اشتهت هذه الحياه، اشتهت، مش حبت، مش حبت، اشتهت. الفساد الذي في العالم هو الشهوه. الشهوه تبان في العلاقات العاطفيه قريبه جدا من الحب، هي عكسها. لو حبيت بنت، لو حبيتها بصحيح لا يمكن تشتهيها. الولاد فاهميني كويس قوي. افتكر كده قبل الجواز، انت بتشتهي الناس اللي ما تحبهمش، انت ما تشتهيش بنت بتحبها. ولو اشتهيتها اقول لك انت مش بتحبها. ليه؟ لان الحب حب انسانه كبير قوي في عينيا، عايز اسعدها. الشهوه حاجه عجباني عايز ايه؟ عايز اخدها عشان استمتع بيها. الشهوه الجنسيه بنت بتغريني فبشتهيها عشان اخد منها لذه جنسيه. الحب انسانه بقدرها عايز اسعدها وبديها جسمي وبديها ما عندي عشان اشبع بيها نفسي، عشان اشبع نفسها. حاجتين عكس بعض بالظبط. بكل اسف ناس كتير مؤمنين اللي شافوه عن الجنس قبل الجواز، اللي اتفرجوا عليه في السينما، اللي اختبروه قبل الجواز من علاقات غلط، الجنس بالنسبه لهم مبني على الشهوه، بيثير نفسه فيشتهي فيبوظ على روحه، يبوظ على روحه فيمارس الجنس. فصار الجنس ايه؟ شهوه. وفعلا الجنس زائد الشهوه يساوي نجاسه، فبتشعر بتانيب ضمير، ولا يمكن تشعر بحضور ربنا، وتحس انك مستخبي من ربنا، وتصحي امشي يا رب بقى عشان هنعمل حاجات انت ما بتحبش تشوفها، لانه شهوه، لانه استمتاع شخصي، لانك بتستمتع بحاجه مش فارقه معاك الحاجه دي، فارق معاك انك تاخد ايه؟ لذه ليك. دي الشهوه. لكن الحب انت عايز تشبع انسان، انت عايز تسعد انسان، انت عايز تاكد له الحب. مش كده الجنس في معناه الحقيقي تاكيد الحب، تاكيد الوحده، عطاء الذات، عطاء الجسد، عطاء النفس للشخص دوت. مش كده السعاده اللي فيه، السعاده اللي في الجنس بالمفهوم الالهي حاجه تانية خالص، غير السعاده في الممارسه الجنسيه اللي مبنية على الشهوة. دول نوعين غير بعض من السعادة. احصائية اتعملت في امريكا، ما عندهاش احصائيات في مصر فمش عارفين نقول لكم اي احصائيات في مصر، بس اتعملت في امريكا ان اكثر السيدات المشبعات جنسيا هم القديسات والسيدات الذي يعيشن في تقوى لله مع ازواجهم. دول اكثر السيدات المشبعات جنسيا، واللي بيستمتعوا بالعلاقة الجنسية مع أزواجهم. طبعا في مصر عدد السيدات اللي أصلا بيستمتعوا بالعلاقة الجنسية قلة، وأصلا السيدات اللي يعرفوا أن في حاجة اسمها أورجازم اللي اسمه الشبق باللغة العربية، ولا مش عارف حاجة، مش عارف إيه الشبق ديت، لكن يعني أهي كلمة، أو ما يعرفوها، ما يعرفهاش أصلا. ياما سيدات اتجوزوا وماتوا ولم يصلوا إلى ذروة الاستمتاع الجنسي، ما يعرفوش أصلا. هم صغيرين ختنوهم فدبحوا الحاجة دي عندهم، وبعدين جوزها لما اتجوزها هو بيستمتع وهي بتشوفه يستمتع، بتنبسط ان هو استمتع، وهي يعني برضو بتستلطف الموضوع لكنها ما بتوصل، فهي اصلا ما تعرفش الحاجة دي خالص. يعني ما في اتجوزوا وماتوا ما جربوهاش اصلا، ما يعرفوهاش اصلا. اكثر الناس اشباعا جنسيا هم اكثر الناس تقوى مع الله، لأن المعادلة بتاعتهم مش جنس زائد شهوة،
المعادلة بتاعتهم جنس زائد حب. حب مش عاطفي بس، حب عطاء وبذل تضحية وعهد مقدس مع شريك الحياة. مش كده الموضوع نستاهل نتكلم عنه؟ ده مش بعيد عن الكتاب المقدس، ده مش بعيد عن المفاهيم الروحية، ده مش بعيد عن المدرسة اللي احنا مشينا فيها مئات الحلقات من قبل. ويستحق ان نتوقف عشان نغسل اذهاننا من المفاهيم الخاطئة اللي العالم علمها لنا عن هذه العلاقة المقدسة التي صنعها الله. النتيجة الأولى للخطية ان آدم وحواء لقى نفسهم ايه؟ عريانين، وتكسفوا ايه؟ من بعض جنسيا مش بس أدبيا، وابتدوا يخيطوا أوراق طيق عشان يخبوا أعضائهم الايه؟ الجنسية. أول ما الخطية بتدخل حياتي نظرتي للجنس بتتغير، نظرتي لهذه العلاقة اللي كانت مقدسة وعلى الملا ومش مكسوف منها ولا مكسوف من ربنا وأنا بمارسها في جنة عدن أمام الله إطلاق، بقت شيم، بقت خجل، وبقت خزي، وبقت مشوهة. لأن الأول كانت بيور لاف، كانت حب كامل، دلوقتي بقت فيه شهوة لأني أنا دخلت الشهوة إلى قلبي، لأن مددت إيدي واشتهيت أن آكل واشتهيت أن أستقل عن ربنا، والحياة ما بقتش حب، الحياة بقت أخذ وليست عطاء. مش كده يا أولاد الرحلة اللي احنا مشيناها مع بعض واحنا نتكلم؟ عايز تعيش سعيد تبذل نفسك من أجل زوجتك، عايز تعيش سعيد تحبها وتضع نفسك من أجلها، عايز تعيش سعيد تنكر نفسك، يا دي الخيبة، هو احنا داخلين حياة احنا داخلين حرب روحية ولا ايه الحكاية؟ واكتر مكان مقدس هتختبر فيه الحب وانكار الذات وعطاء الذات هو العلاقه الجنسيه، والا هتبقى شهوه مش هتستمتع بيها، مش هتتحدوا ببعض، وحد هينبسط وحد مش هينبسط، واللي مش هينبسط هيتضايق من نفسه ان التاني مش بينبسط، وهيبقى ده محتاج والتاني مش عايز يديله، ولما بيديله بيزعل منه وكده بقى. وعندنا قصص من هذا النوع مليئة، وعندي مسألة كتيرة من الحكاية دي هنا. لأن قاعدة الانطلاق النظرة الأصيلة للعلاقة ديت، النظرة الأصيلة للأمر دوت بعيدة كل البعد عن المضمون الكتابي. أشرح حاجة تانية مشهورة قوي ليه علاقة بالموضوع ده، وبرضه بتحط علامات استفهام كده وبتزعل أحيانا الستات الحكاية دي. الرجال عادة يكون لديهم احتياج للممارسة الجنسية أقوى من النساء. برضو إحصائية عملت في أمريكا أن 30% من الزوجات احتياجهم الجنسي ورغبتهم الجنسية أكتر من أزواجهم، ودي موجودة برضو في مصر كتير. بيجي ستات بيقول زوجي ما عندوش الرغبة ديت فهو مش بيشبعني. عادة اللي معروف أن احتياج الرجل الجنسي أعلى بكتير من احتياج المرأة جنسيا، هشرح ده ليه. لكن 30% بيبقى احتياج المرأة في زواجها أكتر من الرجل، لكن أكيد يبقى 70% من الرجال احتياجهم الجنسي ورغبتهم الجنسية لممارسة هذه العلاقة الجنسية أكثر من الرجل. ليه؟ ده تبع البيولوجي يا جماعة، اللي دارس بيولوجي يعرف الحكاية دي بمنتهى البساطة. الذكر أعضاء الجنسية بتكون حاجة اسمها سبيرمز أول طول الوقت، اللي هي الحيوان المنوي، بتكون على طول، عنده غدة بتكونها وبتحوشها في حتة ولازم تخرج للوجود. عشان كده قبل الزواج لازم ده يخرج للوجود في طريقة مقدسة اللي هي الاستحلام، في طريقة غير مقدسة هي الممارسة غير الشرعية للجنس، لكن في طريقة فسيولوجية للإخراج دوت. فالراجل فسيولوجيا بتتكون جواه طاقة معينة جنسية لابد أن تخرج للوجود. المرأة ما عندهاش الحكاية ديت. المرأة أعضاء التناسلية بتاعتها الأوفرز بتكون بويضة واحدة في الشهر بتنزل لوحدها، وليس عندها هذه الطاقة الجنسية المطلوبة أن تخرج للوجود أو أن تعبر عنها. واضحة؟ فإذا احتياج الرجل فسيولوجيا للجنس أكتر من الراجل، مش أكتر من الست، مش لأنه وحش، مش لأنه الستات يقول أنا مش عارف ليه هو لا هو راجل وده الفسيولوجي بتاعه، وده ملهاش دعوة بأنه أقل روحانيا أو أكثر روحانيا.
ملوش دعوه بان اخلاقه وحشه واخلاقه كويسه. يعني ده ملوش دعوه لا بالاخلاق ولا بالروحانيه، ده ليه دعوه بالايه؟ بالفسيولوجي. بالايه؟ بالفسيولوجي. واضح الفكره دي؟ يعني بالطبيعه البيولوجيه بتاعه تكوين هذا الرجل. الفهم ده الصورة الصحيحة، وبعدين هنتكلم أكتر عن الصور المشوهة وتأثيرها واللي بيحصل في الرجالة واللي بيحصل في الستات قبل الزواج وتأثير ده على الممارسة الجنسية، لازم يكون واضح لأذهاننا. اتكلمنا في وقت عن الفروق بين الرجل والمرأة، ما جبناش سيرة الحكاية ديت لأن قلنا هنوفرها المرة دي. نتيجة الفسيولوجي دوت، نتيجة البيولوجي دوت، نتيجة العملية البيولوجية جوه الرجل اللي تختلف عن المرأة عشان يقدر يبقى قادر على عمل حاجة وهي قادرة على عمل حاجة تانية، والحاجتين دول لما يكونوا مع بعض بيعملوا حاجة غريبة جدا، بيشاركوا الله في الخلق. يا نهار أبيض، انتوا مدركين الحاجة دي؟ إن ربنا عشان يخلق إنسان جديد بيستخدمكم، عشان يوجد إنسان جديد للحياة بيحتاج لعلاقتكم ببعض، الحب والجنس. فخلق إنسان جديد للوجود بيأتي عن طريق العلاقة الجنسية. تبقى في نظر ربنا دي حاجة وحشة؟ دي العلاقة التي بتشارك الله في خلق إنسان جديد إلى العالم. وتكوين الأبوة والأمومة وعطفها وحنانها وتضحيتها نتجة من هذه العلاقة الجنسية المقدسة في الرب. عشان كده أنا لازم أبقى شايف الصورة بالمنظار الإلهي، فاهم إيه وليه، وبعد شوية هنقول وإزاي. إيه دي وليه دي ربنا عملها؟ ما كان ريحنا منها وتفادينا شرا عظيما في الأرض، بدل ما تحولت النهاردة العلاقة الجنسية إلى النجاسة والشهوة والهوى وأغلب الجرائم اللي في العالم وأكبر الخيانات اللي في العالم، والدنيا بايظة جزء كبير جدا منها الفلوس والجنس والمخدرات. وطبعا المخدرات دايما معاها الجنس والفلوس، فهي يعني بقت دية التركيب. كان في حاجة ربنا خلصنا منها؟ كان خلصنا من الإنسانية كلها. لو الجنس مش موجود كان خلصنا من الإنسانية وخلصنا من كل المشاكل وبقت حيوانات في الأرض، حديقة حيوانات جميلة جدا. لازم أشوف الصورة من المنظار الإلهي، ولازم أشوف التشويه اللي العالم عمله، إنه حول القداسة دي نجاسة، وحول الحب شهوة، حول العطاء أخذ، حول الاتحاد بين رجل وامرأة إلى خيانة فيها بدي نفسي لمن أشاء عشان أتمتع وأستمتع، حول الحاجة المقدسة اللي ربنا عملها عشان نكون شركاء في الخليقة الإلهية إلى شيء فيه بنخون العهد وبننس الجسد وبنطعن أنفسنا بأوجاع ما ليها أول ولا ليها آخر. عايز أقف هنا عشان أكمل في الحلقة الجاية عن التشويهات اللي حصلت عند الرجل بسبب الصور المشوهة، التشويهات اللي حصلت عند المرأة، وبعدين أفهم في ضوء كده احتياجات الرجل الجنسية، احتياجات المرأة الجنسية اللي مطلوب من كل طرف أن يسدها تعبيرا عن الحب والوحدة وعطاء النفس للآخر. واضح هنعمل إيه الحلقة اللي جاية؟ أشكركم. سامحوني إن ما ادتكوش فرصة للأسئلة، لكن قلت يمكن المرة دي محتاجين نعمل فرشة كبيرة نعمل بيها شوية غسيل للأذهان وتوضيح للفكرة، في ضوءها نقدر ناخد أسئلة الحلقة اللي جاية. عزيزي المشاهد، أحبائي، أشكركم عشان متابعتكم لنا هذه الحلقة، نستقبلكم ونلقاكم في حلقة جيدة. ربنا يحفظك تلميذ للمسيح. آمين. في نهاية حلقتنا عزيزي المشاهد، عايز أشجعك إنك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv،
هتجد كل الحلقات موجودة، وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة، تقدر تتفرج عليها ستريمينج، تقدر تلاقيها وورد، تقدر تلاقيها تشيت عشان تحل وتبعته لينا مرة تانية، تقدر تلاقيها بي دي اف، تقدر تلاقيها باوربوينت، أو تقدر تحملها لنفسك على أساس أنها تكون MP3 عشان تقدر تسمعها، أو تكون للآيبود بتاعك، أو تكون للآيفون بتاعك، أو تكون كمان ويندو ميديا بلايرز. والسي دي هات، الدي في دي هات هاي كواليتي موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الآن، فصاعدا تقدر تحصل عليها وتقدر كمان تديها هدايا لأصدقائك. إلى أن نلتقي، ربنا